في إطار اللعبة. الهجوم، التسديد، الهدف الأول من اللعب فريوي على الصورة رأسية جميلة. العمارة، دخوله اليوم وقوية. شوف التمرير، التوزيعة مباشرة إلى رأس الحارس، قراءة غير جيدة من الحارس هذا المرة. توفيق بدأت الكرة من عند اللاعب جوديم لمدها في الانترفال للاعب العمارة لطلب الكرة جيدا من جهة اليسرى، فتحة جيدة لما تألق قبل لحظات. فريوي، فريوي، فريوي بطريقة رائعة. كان الحارس راح الكرة لكنه لم يتمكن من صد هذه الكرة، والهدف الثاني لصالح المولودية في الدقيقة 37 من الشوط الأول هذا في لقاء يجمع أمام نجم ماكرا. وفريوي هو هداف المولودية كما يقولوا لو بيتور بروفيدونسيال، 9 أهداف لحد الآن. نظن أنه هذا المهاجم راه المباراة يحط البصمة تاعو في المباريات. نعم، وفريوي سامي لحد الآن هو ثاني هدافي البطولة. طبعا من بداية هذا الكلاسيكو وبالتالي على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. ماذا كاد يفعلون؟ فريوي وضعها، فريوي وضعها بعد أن وزع عشود. رد القائم وجدت فريوي على طبق يمنح التقدم للمولودية في هذه الدقيقة 44. حضرت روح المباريات الهدف الأول للمولودية. أجمل وأحلى سيناريو بالنسبة للمولودية، فريوي يوقع على أول الأهداف بكرة لم تكن كذلك. ربما هو خرج بقاسي ودخل الرناي، ربما باش يكون أكثر هجومي بعد يعني هذه الكرة. الخروج اختلط الحابل بالنابل على شبيبة القبائل، واختلطت الحسابات على صالح وشبيبة القبائل أكبر المتفائلين. شاب في ومزة هجومية للمولودية، عبد الرحمن عاشور، التوزيع جول، التوزيع جول، التوزيع جول، سامي فريوي 1-0. توزيعة ممتازة عالمية من عبد الرحمن حشود، أي ارتقاء، أي ضربة بالرأس من جانب سامي فريوي. وحده الكبير يفعل هذا يا سامي، وحده الكبير يفعل هذا يا سامي. الميدان هاي كرة جميلة جميلة ورائعة ورائعة. كرة الهدف، كرة الهدف، كرة الهدف، يا سلام كرة الهدف، يا سلام يا سلام يا سلام. في لحظة غفلة دفاعية تمكنت المولودية من تسجيل الهدف الأول. يا سلام على الكرة من تبي، ويا سلام على الكرة من كيف رفعها تبي، هرب وإن سل من الرقابة الدفاعية بكرة رائعة سجل هدف التقدم. هاي الإعادة، خرج من في التقريب المناسب. بلال، هنا شفنا فريوي في كل مرة كان كرة بندبكة التي ردها الحارس سحنون ليعدل النتيجة. هدف احتج عليه أبناء زاوي كثير. C'était un match ouvert où il y avait beaucoup de buts, mais l'équipe de Saoura est intraitable à domicile, donc ils ont réussi à marquer les 4 buts. Côté du Mzian, 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 fait le coup. Sami Mzian, il a drapé bien les ضربات الجزاء Sami Frioui. وحتى مزيان قناص سامي فريوي. فريوي يضيف الثاني للمولودية في الدقيقة 56.
المولودية تتمكن من إضافة الثاني هنا مع هذه البداية القوية، وكأن بسيناريو المرحلة الأولى يعاد، ولكن هذه المرة بطريقة عكسية. ركلة جزاء بعد العودة الغير موفقة، أم ماذا؟ يبدو بأنك أخطأت أو تسرعت. زياني يريد أن يتألق. يوم لك ويوم عليك، لمن تكون وعلى من تكون، لمن تكون وعلى من تكون. كانت للمولودية وعلى دية من إضافة الثاني، وتخرج من عنق الزجاجة بعد أن عدل الشباب النتيجة، بعد أن عدد الشباب النتيجة في كرة هكذا. هي أخطاء هنا الخبراء، المتابعين، الجمهور. ربما العمق، وإن لم تأتي الكرات العرضية عبر الأطراف بحلولها من أجل بداية لهذا اللقاء، فسيلجؤون لكرة كهذه. يا الله يا الله يا الله، مولودية الملايين يلجؤون لطلقة من خارج المنطقة. وبعد ذلك متابعة ديربي الجزائر الكبير يبدأ بهذه اللقطة، يبدأ بهذه الصورة. المولودية يسجل، العميد يتقدم. يا له من هدف، يا له من هدف. رجاء صعب الكرة، يا سلام. ومحاولة أخرى بالقدم اليسرى في المرة الأولى فاتت، في الثانية التغطية الممتازة والمتابعة بالقدم اليمنى كانت من درجة ممتازة. الكرة الحاسمة مرت في الأولى، في الثانية الصراع فريوي يتمكن.